قضية اليوم بين بعد هذه الأسطر التي توقفنا فيها عند تويتر، الآن نتوقف عند خلفيات هذه المصالحة الغريبة العجيبة التي قيل إنها تاريخية لأنها بين يعني طرفين عدوين لدودين كل شيء يفرقهما. نستقبل معنا كمال طربي، إذن رئيس التحرير المكلف بالبرامج الإخبارية في مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا كمال. أهلا رمضان. سنناقش هذا الموضوع معك ومع ضيوفنا. نربط الاتصال مع الدكتور علي عبد اللطيف حميدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيوكلاند. أهلا نيوكلاند، أهلا بك سيدي. نيو إنجلاند يا الله. لما تحول اللغة العربية كلمة إنجليزية، وهي إنجلترا الجديدة. إنجلترا الجديدة، فإذا تعطي هذه الكلمة النشاز. فإذا نيو إنجلاند أو إنجلترا الجديدة. سيد الدكتور علي عبد الله حميدة عسلامة، عبد اللطيف حميدة عسلامة. يا سيد وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا دكتور علي، شكرا لك. أنت يعني الساعة عندكم الساعة هي 8:30 تقريبا عندكم. كيف تفسر لنا يعني لعب أوباما على هذا الوتر؟ لماذا اختار أوباما أن يكون أول رئيس أمريكي يمد يده إلى عدوه اللدود، إلى عدو أمريكا اللدود فيديل كاسترو؟ هذا سؤال وجيه جدا، وأنا أعتقد أن للوهلة الأولى يبدو أنه غريبا ومفاجئا، ولكنه في الحقيقة ليس مفاجئا وليس غريبا، لأن العداء الأمريكي للدولة الكوبية الصغيرة الراديكالية هو نتاج للحرب الباردة من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا إلى المحاولات المستميتة للنظام الأمريكي لإسقاط نظام الثوري في هذه الجزيرة. الظروف الآن تغيرت لأن الحرب الباردة انتهت يعني تقريبا من فترة طويلة الآن، والظروف الموضوعية التي ساهمت في استمرار هذا العداء وهذه القطيعة الطويلة لم يعدها مبرر ولم توجد في الحقيقة الآن. وأيضا هناك عامل آخر، وهو أن السياسة الأمريكية تجاه الجزيرة الكوبية كان وراء الحرب الباردة من ناحية، وأيضا جماعة ضغط قوية جدا رغم صغر عددها، وهو الكوبيون الأمريكيون الذين هربوا من كوبا في أبان الثورة، وكونوا جماعة ضغط قوية جدا يعني منعت أي محاولة للتقارب بين الجانبين. العامل الأخير هو أن هناك جيل جديد من الكوبيين الذين لا يفكرون بنفس الطريقة التي تفكر بها الهجرة الأولى، وأيضا هناك الشركات الأمريكية وكثير من الليبراليين وحتى الجمهوريين الذين يرون أن هذه السياسة قديمة وبائدة وفاتت عليها الدهر أو الزمن. نعم، وبالتالي الآن لا بد من أن تغيير هذه السياسة للاستفادة من الظروف العمل وظروف الاستثمار وأيضا التقارب مع الشعب الكوبي. أنا أعتقد لكل هذه العوامل يبدو أن الرئيس أوباما يجس نبض هذه التغيرات وهذه التحولات في الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي بشكل عام. وأيضا هناك ضغوط من جانب أمريكا الجنوبية التي لا تجد أي حرجا في إيجاد علاقات قوية مع كوبا، ولهذا قد يبدو هذا يعني كما قلت ربما يبدو غريبا في البداية، ولكن ليس غريبا بدليل أن المفاوضات بدأت منذ أمد بعيد. هذه هي الفرصة الأخيرة للرئيس أوباما لإيجاد فرصة لإعطاء لمسات على رؤية الانتخابية التي أيدتها
طوائف عديدة وفئات عديدة من الشعب الأمريكي، والتي فشلت في معظمها. يعني هنا هذا يقودني إلى السؤال الآخر. الرئيس أوباما والذي يقال إنه بطل عرجاء اليوم في هذه الولاية الثانية بعد خسارته المهينة في الكونغرس مؤخرا، هل يريد كرئيس أمريكي مثل جيمي كارتر، مثل غيرهم، مثل بيل كلينتون، أن يطبع بصمته في تاريخ الرئاسة الأمريكية بهذا الصلح الذي يجعل البعض يقول كوبا انتصرت؟ من الصعب القول أن الكوبا انتصرت، ربما الآن المناخ مناسب رمزيا. نعم. رمزيا صحيح، أنا أتفق معك رمزيا صحيح، ولكن أيضا يجب أن لا ننسى أن هناك يعني عاملان تاريخيان مهمان في فهم هذا القرار الأخير. أولا، أن السياسة الخارجية الأمريكية في أوج الحرب الباردة تصالحت مع الصين، ومن قاد هذه المصالحة؟ الرئيس نيكسون، وهو جمهوري معروف بتشدده في المرحلة الأولى من رئاسته بفضل كيسنجر. طبعا، بس الأهم أن النخبة الأمريكية والرأي العام الأمريكي تقبل هذا القرار الذي يبدو مفاجئا. هناك أيضا في كوبا يا عزيزتي، هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية واجتماعية كبيرة في هذا البلد الصغير، وأيضا هذا نتاج يعني نهاية الحرب الباردة. ولهذا أرى أن من الجانبين هناك نوع من التقارب ونوع من المصالح المشتركة، ولكنه في نهاية الأمر ربما نستطيع القول أن القيادة الكوبية نجحت في أخيرا في كسر هذا الحصار الطويل الذي امتد حوالي 5 عقود. سؤال أخير دكتور علي عبد اللطيف حميدة قبل أن نتركك يعني تقضي يوما ممتازا نتمناه لك، سؤال أخير، هل نهاية الأيديولوجيات ونهاية هذا الاستقطاب شرق غرب والليبرالية والشيوعية وموت الشيوعية تقريبا بل تماما، هل هذا الذي جعل هناك نظرة مشتركة، تقارب مصالح مشتركة على أسس أخرى غير الأسس الأيديولوجية؟ ليس إلى حد ما، ولكن ليس بشكل قطعي يا عزيزتي. أنا أعتقد أن من المهم أن نستوعب أن الاقتصاد العالمي والنظام العالمي مر بتحولات كثيرة، ولا بد من فهم كيف تتعامل النخب الصاعدة والنخب القديمة مع هذه التحولات في الاقتصاد العالمي. هذا مهم للغاية، المسألة ليست مسألة داخلية فحسب، ولكن أيضا مسألة دولية بشكل عام. هناك قوة صاعدة، أيضا الحرب الباردة انتهت، الاتحاد السوفيتي أو الاشتراكية السوفيتية كنموذج فشلت، ولكن أيضا النظام الرأسمالي الأمريكي مر بأزمة طاحنة. نحن العرب أحيانا ننسى هذا أيضا. فهذه التحولات لابد من فهمها. هل يعني هذا أن الأيديولوجيات سقطت؟ ليس إلى حد ما، ولكن هناك أيديولوجيات أخرى صاعدة، وهو في إطار دولي وتداخل غريب الآن الحدود بدأت يعني تتهاوى وتسقط في كل مكان، ليس في منطقتنا ولكن في الاقتصاد العالمي. لننظر ما حدث في روسيا الآن، لننظر ما يحدث في أوروبا الآن، لننظر ما يحدث في أماكن أخرى في العالم. أعتقد أننا لابد أن نستوعب أن الاقتصاد العالمي الآن يفرض حقائق جديدة، والنخبة الأمريكية تحاول أن تتعامل وتتسارع في التكيف مع هذه التحولات. دكتور علي عبد اللطيف حميدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو إنجلند بالولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. كمال طرباي، أعود إليك قبل أن أذهب لتقديم ضيوفي الضيفي الآخرين. هل المسألة فعلا مسألة اقتصادية؟ مصالح اقتصادية؟ لا أعتقد أنها مصالح اقتصادية. أعتقد أن الرئيس أوباما، وبعد أن ولايته الأولى ونصف ولايته الثانية لم يحقق إنجازات ضخمة، وصفته بالبطل العرجاء، وبالفعل كذلك، هو يحتاج لتلميع صورته بالخارج، يحتاج لتحقيق بعض الإنجازات أو الانتصارات الخارجية. حاول أولا في الصراع العربي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يتوصل إلى عقد مفاوضات بين الجانبين وتحقيق مصالحة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين، فشل في ذلك. أيضا حول
يعني حول 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 أمور أخرى أيضا فشلة في الخارج، يعني بالملف النووي الإيراني يعول على انتصار وعلى إنجاز، لكن هذه المسألة مؤجلة أقله حتى بداية الصيف المقبل، وجد في كوبا إمكانية تحقيق إنجاز ما. السؤال ليس هنا، السؤال هو التالي، يعني المصالحة، تحدثت عن مصالحة تاريخية بين الولايات المتحدة، بالفعل هي نصف مصالحة، يعني المصالحة السياسية ليست هي الأساس حاليا. الولايات المتحدة وكوبا ليس في مواجهة عسكرية، وليس هناك من خطر مواجهة عسكرية كما كاد يحصل في الستينات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع أزمة الصواريخ. الأمر ليس في كوبا، ليس الوضع، يعني المصالحة يجب أن تكون في رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا، الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي تفرضه على كوبا منذ العام 1961، أي 53 سنة من الحصار المحكم، وهذا الحصار هو مناف لكل الأعراف الدولية. يعني لماذا الولايات المتحدة تفرض حصار اقتصادي على كوبا؟ لأنها أقامت نظاما شيوعيا. لماذا لم تفرض هذا الحصار الاقتصادي مثلا على الاتحاد السوفيتي عندما كانت، أو على الصين، أو على دول شيوعية ليس أخرى؟ على حدودها. إذن لأن الولايات المتحدة تعتبر أن كوبا في حديقتها الخلفية ولا تسمح بذلك، كما يمكن ألا تسمح بذلك لأي تحول يحصل مثلا في المكسيك أيضا. هي دعنا كمال نذهب إلى ضيوفنا ونعود. نرحب بالسيد عبد المسيح الشامي، الكاتب والمحلل السياسي في ألمانيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا ضيوفك الكرام. يا أهلا وسهلا. سيكون معنا بعد قليل السيد سمير القريوتي، الكاتب والمحلل السياسي من روما، لنتوقف عن كثب بعدين عند دبلوماسية الفاتيكان والدور الذي لعبه البابا فرانسوا. قبل ذلك لا بأس أن نستمع إلى ما يقوله مستمعنا محمد مزوار من فرنسا. أهلا بك السيد محمد. أهلا أخت رمضان. عسلامة. بالنسبة لك يعني ما الذي تراه، ما الذي تراه برأيك وراء هذه المصالحة، ولماذا أقدمت عليها الولايات المتحدة؟ هذه المصالحة يعني هي من طرف الرئيس باراك أوباما فيما يتعلق على اتخاذ هذا يعني القرار الحاسم، هذا القرار الآن بالذات وليس سابقا، إن رئيس أوباما له عهدتين، ولماذا اتخذ هذا القرار اليوم بالذات وليس منذ عهدته الأولى؟ لماذا برأيك؟ هذا راجع إلى المسجدات التي شهدتها الساحة السياسية الداخلية بالولايات الأمريكية مؤخرا، يعني خاصة بعد هزيمة المعسكر الديمقراطي في الانتخابات الشرعية الأخيرة. كيف يمكن أن... وهي كيف يمكن أن نفهم هذا؟ لماذا بعد هزيمة الديمقراطيين؟ هي استعدادا وتصحيح الأخطاء، هي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام 2016، يعني التصحيح خاصة بعد هذه الهزيمة، ومنذ يعني وقبل سنتين عن موعد الانتخابات الرئاسية، فمنذ تلك الهزيمة المعسكر، يعني معسكر رئيس أوباما أو ما يسمى بحزب الديمقراطي، لوحظ أن الرئيس قد غير من طريقة معالجته للمسائل الحساسة. الرئيس يعني اتخذ يعني قرارا شخصيا. فإذا أنت كيف تفهم الأمور؟ فإذا لكي نتقدم في الحوار مع ضيوفنا، أنت ما هي العبرة التي تخرج منها؟ هو تكتيك سياسي أمريكي داخلي تحضيرا للمواعيد الانتخابية المقبلة؟ هذا هو. نعم هذا هو صحيح، يعني لوحظ أن الرئيس قد غير من طريقة معالجته واختار سياسة الهجوم في معالجة العديد من هذه المسائل الحساسة. طيب على المستوى الداخلي مثلا تشوية أوضاع الملايين من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وهو يعني في الحقيقة نهج جديد بالنسبة لسياسة الهجرة في الولايات المتحدة. كذلك إدانة موقف الشرطة البلدية في تعاملها مع المواطنين من أصول أفريقية، أول مرة نجد يعني حكومة تدين الشرطة.
لكن هذه أمور داخلية لا نتوقف عنها، ما يهمنا هو البعد الدولي. شكرا لك سيد مستمع. معليش معليش، شكرا يا سيد مزوار، شكرا لك. عندنا 40 دقيقة وعندنا 3 ضيوف، معليش خلنا نتواصل. شكرا جزيلا لك. أذهب إلى سيد عبد المسيح الشامي، الكاتب والمحلل السياسي في ألمانيا. يا سيد عبد المسيح، برأيك ما الذي يخفيه أوباما وراء هذه اليد الممدودة إلى كوبا؟ هل لأنه فشل في تحقيق صلح تاريخي مع إيران فيذهب إلى كوبا لتصحيح، يعني للتعويض؟ لا، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بإيران بشكل مباشر. أنا أعتقد أن الخلفية الحقيقية لما جرى أو لتلك المصالحة التي جرت بين أمريكا وكوبا تعود إلى أمرين مهمين جدا، وهما أمران استراتيجيان جدا بالنسبة لأمريكا. أعتقد الأمر الأول يتعلق بحديقتها الخلفية كما تسمى أمريكا اللاتينية، وهذا يعني خلينا نقول التيار اليساري الذي يجتاح القارة اللاتينية، وفي تشيلي، في الإكوادور، في غواتيمالا، في فنزويلا، الأرجنتين، البرازيل، البيرو، أغلبية هذه الدول صعبة إلى كرسي يتحكم فيها شخصيات يسارية إلى حد كبير لا تناسب الصداقة والمودة لأمريكا. وأعتقد هذا أمر يتوجس منه الأمريكان كثيرا في الأول الأخيرة، وكما نعلم أن كوبا هي خاسرة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يمكن أن تتركها لهذه الرياح اليسارية التي تجتاح أمريكا اللاتينية. هذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا له علاقة بالسياسة الدولية وبروسيا والصين بشكل محدد. أعتقد أن أمريكا اليوم تعيش هاجس الدول الصاعدة إذا صح التعبير. عودة روسيا إلى موقع الريادة على مستوى العالم، صعود كثير من دول العالم في آسيا وغير آسيا، الصين وغيرها من الدول أيضا، هذا هاجس يسيطر على التفكير الأمريكي وعلى السياسة الأمريكية في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن أهم أسباب عودة أمريكا أو سعي أمريكا لهذه المصالحة التاريخية مع كوبا هو قطع الطريق على الروس بالتحديد لعدم العودة مرة أخرى إلى الخاطرة الرخوة الأمريكية. فإذا كلامك مهم، لأنه أنت تقول بأن الحرب الباردة التي أججت هذا العداء بين الولايات المتحدة وكوبا يعني تنهيها الولايات المتحدة بحرب باردة جديدة بينها وبين الاتحاد أو بين روسيا. سنعود إلى هذه النقطة. نذهب إلى روما ونستقبل سيد سمير القريوتي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي. أهلا بكم وبكافة السادة المستمعين. يا أهلا وسهلا. الفاتيكان لعب دورا كبيرا ومفصليا في هذه المحادثات المعجزة إن صح التعبير، كيف تفسر هذا الدور الجديد لدبلوماسية البابا فرانسوا؟ الحقيقة أن الفاتيكان مارس طوال حياته دورا دبلوماسيا كبيرا في التوفيق بين كافة دول العالم. دوره في الأمم المتحدة هو دور توفيقي، دور وساطة، ولكن مع البابا فرانسيسكو وهو من الجزويت، كان من قادة رهبان الجزويت أو اليسوعيين. ولا ننسى أن فيدل كاسترو في شبابه قبل أن يكون ثوريا درس في مدارس الجزويت، هذه علاقة أخرى. ثم أن البابا فرانسيسكو هو من أمريكا اللاتينية ويعرف جيدا واقع الحال الاجتماعي والسياسي في كل دول أمريكا اللاتينية وفي دولة شيوعية مثل كوبا التي ما زالت تؤمن بمبادئ الماركسية اللينينية ولو ببعض التطوير على أساس الحياة العصرية وعلى أساس العلاقة مع المجتمعات الغربية وخاصة في قطاع السياحة والاقتصاد. الفاتيكان طوال 18 شهرا واصل اتصالاته السرية وبتكتم كامل مع القيادة الكوبية ومع القيادة الأمريكية ومع وزير الخارجية الأمريكي بالذات السيد كيري، وهو على فكرة مسيحي كاثوليكي، ومنذ 30 عاما لم يأتي إلى هذا المنصب مسيحي كاثوليكي سوى كيري الذي استخدم هذه الناحية أيضا في التفاهم مع الفاتيكان. هو عقد عدة اجتماعات مع الكاردينال بارولين وهو رئيس وزراء الفاتيكان، المساعد الأيمن للبابا فرانسيسكو، وتباحثا لأكثر من مرة في هذه القضية، كان آخرها في يناير من هذا العام،
وقبل أيام عندما جاء للقاء مع بنيامين نتنياهو اجتمع كيري وبارولين وهناك طبخا اللمسات الأخيرة في الإعلان الذي استمعنا إليه جميعا. نعم. طيب هل معنى هذا، وسنحل الكلمة إلى كمال طرباي الذي يستمع إليك، هل معنى هذا بأنها باكورة دور جديد للفاتيكان كالذي لعبه البابا يوحنا بولس الثاني ابن الحرب الباردة ضد الحكم النازي وضد الشيوعية تحديدا؟ كمال طرباي، يعني ليس غريبا على الفاتيكان أن يلعب هذا الدور، الكل كما قلت يتذكر دور البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان له اليد الطولة في إسقاط الاتحاد السوفيتي وفي إسقاط جدار برلين، عندما صرخ في بولونيا، هو بولوني الأصل كان بولوني، عندما صرخ في بولونيا أمام عمال سوليدارنوش وكان النظام يحيط بهم، الشرطة تحيط بهم، قال لهم لا تخافوا لا تخافوا، بمعنى أن الله معكم، أنني أنا معكم، وبالتالي نجح البابا يوحنا بولس الثاني. هذا هو الدور، هذا هو الدور التقليدي أصلا، هذا هو الدور التقليدي للفاتيكان. الفاتيكان هي دولة دينية ودولة مسالمة وأيضا تسعى للتوفيق بين الشعوب، وهذا عائد لشخصية بابا ويتروما. هناك شخصيات كيوحنا بولس الثاني، شخصية كاريزماتية فائقة الذكاء، تتمتع بنظرة واسعة للعلاقات الدولية، كذلك الأمر بالنسبة للبابا فرانسيس حاليا، وكما قال صديقنا القريوطي هو أيضا أتي من أمريكا اللاتينية، ويرى خاصة وأن كوبا هي دولة كاثوليكية، هناك نظام شيوعي حقيقي صحيح ولكنهم كاثوليك بنسبة 99%، إذن هؤلاء دينيا من رعاية الفاتيكان. هنا أطلب منك التعليق على ما قاله، النقطة التي قالها السيد عبد المسيح الشامي عندما يقول بأن الولايات المتحدة إنما تعود إلى كوبا لكي تأمن يعني وصول أذرع روسيا إليها، يعني هناك حرب باردة جديدة ومن نوع آخر، هل تعتقد بهذا الكلام؟ هناك مقال الذي قاله الزميل شيء من الصحة عندما قال أن معظم التغيير السياسي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى يسفر عن وصول أنظمة يسارية إلى 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 الحكم طبعا، لكنه قال أنه يخشى أن يصل هذا الأمر إلى كوبا، علما أن كوبا يعني هي الأكثر يسارية بينهم، هي نظام شيوعي عمليا. ولكن ما لاحظناه حاليا أن بداية المصالحة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوبا، من رحب بها أولا؟ رحبت بها إيران مثلا، أي أن هذا الانفتاح الأمريكي من شأنه أن يساعد على تطوير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. من الذي رحب به أيضا؟ رحبت به فنزويلا، يجب أن لا ننسى فنزويلا. نعم. فنزويلا الدولة التي يتمتع بها الكوبيون بنفوذ واضح وذات النظام اليساري، وفنزويلا أهم من كوبا أو بالأحرى ذات أهمية كبرى في أمريكا اللاتينية، لأنها أيضا دولة نفطية وذات اقتصاد كبير. نعم. وهي دولة ضخمة. العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا هي علاقات سيئة جدا، وهذه المصالحة مع كوبا من شأنها أن تمهد بالمجال أمام عودة أو بداية مصالحة بين كاراكاس وواشنطن، خاصة وأن كوبا تتمتع بنفوذ كبير في فنزويلا. هل نستطيع أن نفهم، وهذا سؤال موجه للسيد عبد المسيح الشامي الكاتب والمحلل السياسي في ألمانيا، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة العودة إلى محيطها الأمريكي اللاتيني والعودة إلى دول البنيلوكس التي حتى الآن كانت التي تضم إيران بالمناسبة والتي يعني تعارض الولايات المتحدة بشراسة، هل هي هجمة دبلوماسية لكسر عضد هذا التجمع، التحالف ضد الأمريكي إن صح التعبير برأيك سيد عبد المسيح؟ هذا ممكن جدا. أنا هنالك أعتقد شيء كثير من المنطقية بهذا الطرح، ولكن تعقيبا على الذي قاله السيد كمان فيما يتعلق بموضوع كوبا أنها يسارية، أنا أعلم أن يسارية، ولكن ما قصدته هو أن هذا التكتل اليساري الكبير الذي أصبح يغطي كل القارة اللاتينية
الخوف الأمريكي أن يدخل إلى أمريكا وأن يعبث بالداخل الأمريكي عبر الخافرة الرخوة الموجودة في كوبا والتي هي دائما كانت رأس حربة للتأثير والضغط على الأمريكان. فإذا جانب آخر تفضل تفضل تفضل. أعتقد أن الأمريكان يخافون كثيرا من قضية تكرار تجربتهم يعني أو استنساخ تجربتهم هم مع الروس في أوكرانيا من خلال كوبا. أعتقد أن الأمريكان كما قلت يعيشون هاجس أو خوف القوى الصاعدة والعمليات المرتدة من الدول التي تناصب العداء لأمريكا. اليوم أمريكا استطاعت الدخول إلى كثير من الدول المجاورة لروسيا وزرع ربما قواعد لها والعبث بالبعد القومي والأمن القومي لروسيا من خلال الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي في يوم الأيام، وخصوصا المثل الأكبر هو أوكرانيا. أعتقد أن أمريكا اليوم كانت بصدد القيام بعملية استباقية حتى تقطع الطريق على الروس وعلى حلفاء الروس، ومن ضمنهم ربما إيران أيضا لها علاقات قوية جدا مع كوبا وربما أيضا سوريا وإلى ما هنالك. هؤلاء مجتمعين مع الروس ومع الصين لهم رغبة أيضا بالتأثير وبلعب عض الأصابع بلعبة عض الأصابع مع الأمريكان بشكل أو بآخر. هم يضغطون هنا، أمريكا تضغط هناك إلى ما هنالك، وهذه اللعبة أعتقد أصبحت واضحة جدا بين الغرب بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية بمفهومها التقليدي التي عادت إلى الواجهة في الأول الأخيرة. أعتقد أن الأمريكان بخطوتهم هذه كانوا يقومون بعملية استباقية لعدم الالتفاف على الداخل الأمريكي، على المحيط الأمريكي، على الحديقة الخلفية الأمريكية، وهي ضمن هذا الإطار. ولا أعتقد أن للأسباب التي تفضل بها الضيوف جميعا فيما يتعلق بجاليات كوبية في أمريكا لها ضغط أو أن الجنب الاقتصادي الجديد في كوبا، أعتقد لا أعتقد أن هذه الأمور تلعب دور عند الأمريكان ولا حتى الفاتيكان. أعتقد فيما يتعلق بموضوع الفاتيكان، إذا كان هنالك دور للفاتيكان فهو بإملاء من أمريكا. لا أعتقد أن الأمريكان والسياسة الأمريكية بالبساطة وبالسذاجة التي يمكن أن تستجيب إلى رغبات أو طموحات من البابا أو غير البابا. أعتقد أن الدور الذي أخذه بابا الفاتيكان في هذه القضية هو بإملاء من الأمريكان، حتى كونه من أمريكا اللاتينية وكونه هو المسؤول دينيا، يعني كونه كاثوليك، كون كوبا أو الشعب الكوبي كله من الكاثوليك والذين يتبعون بشكل أو بآخر إلى الكنيسة البابوية، ليلعب هذا الدور أيضا له تأثير على الداخل الكوباني. دعني أذهب بهذه الفكرة إلى السيد سمير القريوتي الكاتب والمحلل السياسي في روما. سيد سمير، هل لعب البابا فرانسيس هذا الدور الذي لعبه بإعازة من الولايات المتحدة؟ هل الفاتيكان ينشط أو يفعل هذه الدبلوماسية لمصلحة الولايات المتحدة أولا وأخيرا؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أتفق مع الزميل مع اعتذاري، لا أتفق في هذه الناحية. علينا أن لا ننسى عامين من بابوية بنديكت السادس عشر. نعم. بنديكت السادس عشر وقف ضد التيار التقدمي الكاثوليكي في دول أمريكا اللاتينية. نعم. كان عدوا للتيار التقدمي منذ سبعينيات القرن الماضي عندما كان مسؤول عن دائرة اللاهوت والتشريع في الكنيسة الكاثوليكية قبل أن يتحول إلى بابا. أغلق كل الأبواب على الحوار مع الجناح التقدم مع الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية تقدمية، بدليل كل الانتخابات التي جرت الكاثوليك صوتوا للمرشحين التقدميين أو لنسميهم المرشحين اليساريين في عدة دول وأوصلوهم إلى الحكم. هؤلاء طيب. جموع كاثوليك. فإذا ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من هذه الفاصلة حول بنيديكتوس؟ حول بنيديكتوس أن البابا فرانشيسكو شعبي أكثر في دول أمريكا اللاتينية. نعم. والروس لكي يعطوه ورقة في الحوار مع الكنيسة الأرثوذكسية وهذا ما يهمه الآن، أرادوا بعض المصالح في كوبا والتعاون مع كوبا. هي عملية مقايضة جرت خلف الكواليس، روسيا لم تكن بعيدة عنها وسنرى آثارها أيضا. كيف لم تكن بعيدة روسيا عنها؟ ألم نقل لأن أنت تقول بأن إذن فتقول بأن البابا فرانسيس فعل هذه الدبلوماسية وفعل شعبيته في أمريكا اللاتينية بإعازة الروس وليس الأمريكان، هذا ما تقوله؟
لا 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 أقول بأعز من الروس، أقول بتفاهم مع الروس. طيب ما مصلحة موسكو في هذا؟ هل من مصلحة موسكو أن تلتقي كوبا والولايات المتحدة؟ نعم، تسهيل العلاقات بينهما سوف يساعد روسيا أيضا في أوروبا، لأننا نعلم أن كل جمهوريات البلطيق الآن المناهضة لروسيا تتعثر بالخطاب الكنسي، تتعثر بخطاب الكنائس، والسياسة هي لعبة فن. السياسة عندما أستخدم كل أوراقي وأحاول أستفيد من كافة الوقائع في كافة أنحاء العالم. نحن في عصر القرية الصغيرة، كل ما يجري هنا يؤثر هناك، ثم طيب. هناك الشرق الأوسط ومصير المسيحيين في الشرق الأوسط. سنعود إلى هذه النقطة، هي هامة. لا نعم. لا معلش، سنعود إلى هذه النقطة، هي على غاية من الأهمية، لذلك سنتركها نقطة بجانب لنعلق بداية مع كمال طربي. هل تعتقد بهذه النظريات، إما روسيا وإما هل الفاتيكان لا يملك زمام المبادرة؟ هل تم إعاز من طرف يعني أو من آخر؟ أولا أنه القول أن البابا يستجيب لإملاء الأمريكي هذا قول خاطئ كما أعتقد. هذه نتيجة عامين من المفاوضات السرية التي قادها الفاتيكان، وأيضا مفاوضات سرية مع من؟ مع الجانب الأمريكي وأيضا مع الجانب الكوبي، أي أن مسؤولين كوبيين كانوا يتفاوضون في من في هذا؟ وروسيا وراء كوبا إذا طيب. إذا كنا نريد هذا. أما السؤال الثاني، لكي تكتمل الصورة يجب أن نتطلع إلى هافانا. أيضا هناك تغيير حصل في كوبا. نعم. يجب أن لا ننسى أن فيديل كاسترو لم يعد الرئيس الكوبي. فيديل كاسترو الذي قاد الثورة والذي قاتل الأمريكيين وعملاء الأمريكيين في خليج الخنازير. بين فيديل وراؤول لا، هناك فرق حال. أول شيء بالرمزية، فيديل كاسترو هو قائد الثورة وليس راؤول كاسترو. قائد الثورة انتهى وتنحى، الآن يمكن التغيير مع طبعا بالتوافق والتشاور مع فيديل، ولكن يمكن لراؤول أن يغير اسمه كاسترو ولكنه راؤول كاسترو. حاج موسى ليس هو كاسترو. ليس هو فيديل يا ستي. طيب مختلف الأمر من حيث الرمزية، يختلف. يعني لا يمكن لفيديل كاسترو الذي كان قائدا ثوريا قاتل في قاتل الأمريكيين وأسقط هو نظام باتيستا بالتعاون مع جيفارا أن ينفت على الولايات المتحدة، بينما راؤول كاسترو كان في الظل هو قادر على أن يبادر إلى هذا التغيير. طيب سؤال، سنذهب إلى سيد عبد المسيح الشامي، سؤال ويجب الإجازة لكي نستمع إلى الجميع. هل تعتقد يا سيد عبد المسيح بأن الفاتيكان بعد هذا النجاح سيلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط مثلا، في سوريا ربما، أو إيران؟ أعتقد نعم، يعني هنالك تعويل كبير على دور الفاتيكان بأكثر من مكان، وأنا لم أقل أيضا أنه لم يلعب دور إيجابي في كوبا. هو لا شك لعب دور إيجابي، ولكن لم تكن مبادرة من الفاتيكان، هذا معانيته. طيب. ولكن لا شك أن الفاتيكان اليوم له دور مهم بشكل أو بآخر، لأن اليوم عودة الحروب الدينية بشكل قوي جدا وبشكل صارخ جدا بكل أنحاء العالم، وخصوصا فيما يتعلق في ما يجري الوطن العربي، أعاد دور الكنيسة بشكل أو بآخر للواجهة بطريقة قوية جدا. مضبوط. وأعتقد أن الفاتيكان من أهم أو أول الجهات التي أعتقد أنه يجب شكراً. أن يناط إليها كثير من الأدوار. شكرا. نذهب إلى السيد القريوتي، ما رأيك، هل الفاتيكان سيلعب دورا مستقبليا دبلوماسيا على أكثر من صعيد؟ دوره الدبلوماسي وسوف يتصاعد، وسنرى أثاره، لأنه يريد تسجيل نجاحات في السياسة الدولية، وهذا ما يسعى إليه البابا فرانشيسكو بكل جد، بدليل التغييرات التي أجراها في قيادة الفاتيكان وفي دور الكنيسة في العالم. نعم. كمال طربي، كلمة قبل أن نختم، هل تعتقد بأن الفاتيكان مثلا سيتوسط في القضية السورية أو مع إيران أو في الشرق الأوسط؟ يعني الفاتيكان يحاول على قضية الصراع العربي الإسرائيلي، يلعب دورا دائما من خلال جمعيات ناشطة فاتيكانيا، جمعيات مدنية، يعني يعقد حوارات ويشرف على حوارات. المسألة معقدة جدا. طبعا في النسبة للدور السوري، هو يطالب بوقف الحرب في سوريا بالمفاوضات وبالمصالحة. شكرا كمال طربي، شكرا لكم جميعا. بإمكانكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة أو مشاهدتها عبر يوتيوب مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.